السلام عليكم، بدي اشرح رسم المومنت والشير دياجرام للفريم. طبعا المومنت والشير دياجرام للفريم مهم جدا. طيب اللي درو ذا مومنت والشير دياجرام للفريم، هذا في عندي الاي بولر والبي بن، تمام. الرياكشن هذا شيء سهل نحسبه اكثر من طريقه. لما بدي اجي ارسم المومنت والشير، احنا بنحكي انا بالفريم ناخذ كل منبر لحال. احنا خلينا ناخذ كل شيء منبر العمودي مثلا، ناخذ احنا بنبلش باي واحد بدنا اياه. عمودي في عليه رياكشن 30، في عليه رياكشن 15، في عليه هسه شو بنعمل؟ بنعمل بنحط قيمة الشير زي كان قطعنا شير يعني، ومومنت لازم ونورمال. هاي أول شغلة، إنه لما أجي أحسب الفريم لازم أعمل زي هيك. أول خطوة اني شير نورمال ومومنت، هاي مقدارها 30، هاي مقدارها 15، في وانه نورمال بدي احسبهم. فانا هسه احسبهم، شو بحكي مثلا؟ سيجما اف اكس بتساوي 0، فعندي 15 زائد في تساوي 0، فبالتالي في تساوي سالب 15. تمام. ثاني خطوه بدي احسب النورمال، بحكي ان زائد 30 بتساوي 0، إذا n بتساوي سالب 30. ركز، لازم تعمل هاي الخطوة قبل ما ترسم. في حال كان internal hinge فأنت بتكون فاصل وأوجدتهم تلقائي، أما في هاي الحالة أنت بدك تقطع وتوجدهم. هسا الـ m، أنت بتحكي m زائد 15 ضرب 1.5 تساوي 0، إذا m بدها تساوي كأنها 22 وربع، 22 وربع. طبعا إيش بالسالب 22.5 قصدي. تمام. هسه شو عملت؟ انا اوجدتهم، بس لما اوجدتهم هسه شو؟ خلص بعكس اشاراتهم، يعني اذا السالب بعكسه، فبلاحظ انه هذول هيك صاروا كالتالي. الشير هيك مقداره 15، والنورمال صار زي قوه الضغط كومبريشن مقداره 30، والمومنت سالب، احنا كنا فرضينه هيك، بالتالي المومنت هيك قيمته 22.5. هسه شو بعمل؟ خلص بمسح اللي كتبتهم هون، برسم مومنت وشير، بعمل خط هيك. شو بعمل بعدين؟ بعمل هيك وهيك. هاي شير، يلا شير. في شيء طالع هيك راح تحكي لي لا، بقول لك فهون في شيء بيطلعني بنزلني بهذا الاتجاه، لا بضل ماشي مستقيم. فعندي 15 تنزل، بعدين بضل ماشي مستقيم، بعدين هون 0، فبالتالي هون الشير سالب 15 وهون سالب 15 وبصفر. بعدين بخصوص المومنت بنفس الطريقة، بدي أحسب مساحات يعني مش صعب كثير. هون ما في شيء، فهون 0، هون بده يكون 0، ما في مومنت، بعدين هون بيكون عندي سالب 15 في 1.5، وبنزل لينير. بعدين شو بعمل؟ فيندي 22.5 مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة يعني بطلعني. فهيك رسمت شير المومنت دياجرام. تمام. فلو نيجي للحل، نلاقي راسمها هيو زي هيك، سالب 22.5 قيمة المومنت. هسا لما اجي للمنبر الافقي برسمه، شوفوا هون التركات زي هيك، بحط عليه ال 25، بحط عليه الرياكشن هاف والرياكشن هاف. شو بحكي هون؟ 25، 15 من هون، 5 من هون. شو كمان بحط عليه؟ بحط عليه الشير والمومنت والنورمال. اها الشير والنورمال والمومنت بدي ارجع احسبهم، ما هون بلو بدي بحسبهم. طب بقدر احسبهم بطريقه ثانيه؟ بقول لك جيب الشير والنورمال والمومنت اللي جبتهم من هون. كيف يعني؟ الشير هون طلع معي هيك صح؟ فبالتالي عشان يتزن تحكي الشير هذا هيك. تمام، هاي لفوق وانا حاطهم جنب بعض، من هاي القطعة هاي، ها هاي القطعة، ها هيك الرسمة، هيك الرسمة عشان تفهم. عندي هاي هيك، الشير هون كم طلع؟ طلع هيك. فبالتالي من هون
شو بعمل؟ بده يكون الشير عكسه هيك، زي الانترنال هنج لما كنت احكي بعكس هون نفس الاشي. فبالتالي هون كم مقدارها؟ 15. يلا بخصوص النورمال فورس، النورمال فورس كانت هاي هيك بهذا المنبر صح، كانت لتحت، مقدارها كم؟ 30. بالتالي النورمال فورس بالمنبر هذا 30 لفوق. يلا المومنت هون كان 15 هيك، ايش هذا مع عقارب الساعة، فانا بدي هون يكون عكس عقارب الساعة هيك عشان يتزنوا. يلا بحط هون 2.5. هسه شو بعمل؟ بمسح الرسمة، بمسح هاي، لا هاي خليها. شو بعمل؟ بمد خطوط المومنت دايجرام. طبعا في لودات ثانية، هو ما في لودات. فشو اللي بستنتجه أنا؟ شو اللي بستنتجه؟ إنه دائما لازم أوجد قيم الشير والمومنت عند مكان ما قطعت. فهون الشير، شو بدي بعمل الشير؟ الشير بطلع 15، لا بطلع 30 قصدي، بمشي مستقيم، دقيقة، بطلع 30 وبنزل 25 فبطلع 5. مش بمشي مستقيم، بنزل 5 بنزلني للزيرو. فهي قيمة الشير هون، هيها عندي أنا شير 30 وعندي هون 25، ف 30 و25 كم بيعطيني؟ 5. ظل ماشي مستقيم 5. هسه المومنت، المومنت في عندي هون عكس عقارب الساعة مقدار 22.5، يعني عكس عقارب الساعة يعني انزل على السالب 2. تمام. بعدين عندي مستطيل مقداره 5 في 5 أو 5 في 4.5، 5 في 4.5 هذا طوله، هذا الطول 4.5. فبالتالي بيطلع عندي 5، 5 في 4.5 بيطلع عندي 0، 22.5 هاي. فهيك رسمة الشير والمومنت بالفريم. كيف برسم المومنت والشير بالفريم؟ بوجد قيم الشير والمومنت والنورمال عند القطع وبعكسهم على الاتجاه الثاني. طيب هذا سهل، راح تحكي لي سهل. سهل هيو، ها هيو سهل، هيو ها هون قاعد بيقول لي كيف، شو اللي عمله هون؟ هيو هذا المنبر زي ما اوجدناه اول مره، بعدين بقول لك انه اتزان بهذا المنبر تكون اتزان بهذا المنبر، لازم يكون مجموع الاف اكس والواي والمومنت هون صفار. فبتلاحظ هاي 25 و5 30 بصفره، 15 15 صفره، 22.5 22.5 بصفره، راح نقلهم على المنبر هذا زي ما عملت انا. تمام، بس لو كان في عندي انكلاين ديفرنت مثلا وديش هذا، خلينا نشوف المثال اللي انا سويته هون. طبعا كثير 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 صعب. هيو شوف هون بنحل على نفس الطريقه، درو ذا مومنت اند شير دايجرام. شو بعمل؟ بوجد الرياكشن، هاي انا اوجدت الرياكشن تمام، اوجدتهم. بعدين شو بعمل؟ برسم مومنت والشير، بروح على الافقي مثلا المنبر العمودي هذا. شو عملت؟ قطعت واخذت قيمه المومنت والشير هون، اوجدتهم هيهم هون، تطلع معي الشير 0 وهي سالب 9 تمام. بس لما اجي للطرف الثاني، الافقي لازم اكتبهم، ها لازم اكتبهم، بحسبها بتطلع معي هون هيك النهاية. هذا كيف بيكون بالأصل؟ لو بديش هذول بكون هاي عندي هيك أم، مش هيك، بتكون معي مثلا هيك أم ومعي هون V تمام. فشو بحكي أنا لهذا البيم؟ سيجما أف واي بتساوي زيرو. راح أقول لك نص ضرب 3 ضرب 6 تعطيني كم؟ 9. فبالتالي قيمة الشير 9 طبعا زائد V، في ناقص نص، اللي هي في ناقص مساحة المثلث، شو بتعطيني؟ تعطيني زيرو. فبالتالي الناتج في بتساوي 9 هيها، يعني هون اطلع 9 معناها، هون اطلع 9. طيب سيجما مومنت هون بتساوي زيرو، راح اقول لك سالب ام، لو فرضنا هيك احنا ام تنسى سالب نص في 3 في 6 في ايش؟ في ثلث المسافة 3 اللي هي 1، بيطلع برضه سالب 9. سالب 9 شو يعني؟ يعني فرضي هيك، هيك الفرض الصح. هسه هذا المومنت 9 هيك، شو هذا؟ عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة شو بيعمل؟ بنزلني للسالب. فبتلاحظ انه نزلني للسالب ورسم الطبيعي.
طيب نرجع للسؤال، هذا السؤال هو اللي ترك، يعني هذا الفيديو انا عامله عشان هذا. هذا السؤال بيقول لي draw the moment and see the diagram for each member. يلا اوجد الرياكشن، توجدهم طبعا هيك هي. بدنا ننبه هون 4 كيلو نيوتن، هون 200 نيوتن لكل متر، يعني هاي كيلو نيوتن بحولها ل 4000، او بحكي ال 200 هاي بخليها 0.2 وهي 0.3. انا ايش عملت؟ خليت هذول 4000، يعني خليت الارقام تطلع معي زنخه، حولتهم تمام هيو حولتهم. هسه القوه اللي هون باللون الازرق هذول هم تحليل تحليل اللودات يعني. فايش انا خلص ركزت اوجدت الرياكشن، بس اوجدتهم طلعت معي القيم الزنخه هاي. بعدين شو بدي اعمل؟ بدي احلل. شو بعمل؟ كيف بحلل؟ طلع باخذ كل منبر لحال، فلما اقطع هذا، لما اقطع هذا عند الجوينت هذا شو بعمل؟ بطلع عندي، بطلع عندي نورمال. دائما النورمال والمومنت والشير، النورمال دائما عمودي موازي للسطح، والشير عمودي عليه، والمومنت طبيعي زي ما احنا متعلمين. شو بعمل؟ بوجدهم. كيف اوجدتهم انا؟ كيف اوجدتهم؟ هي زي هيك، قلت بحكي اخذت سيجما اف نورمال بيساوي زيرو، يعني كل الاشياء اللي على محور النورمال. شو الاشياء على محور النورمال؟ عندي النورمال نفسها، زائد ايش هسه عندي؟ هاي الرياكشن هون، هاي الرياكشن هون، الرياكشن هون مالهم هم هيك، هاي 200 وهي 4546، يعني مش باتجاه النورمال، مش باتجاه النورمال، يعني زي الفيديو الماضي. فشو بعمل؟ بحلل ال 200، بدي احلل ال 200 هاي لهذا المحور، وحل هاي لهذا المحور برضه، ونفس الشيء بالشير. كيف بحللهم؟ زي الفيديو الماضي، بحط خطوط متوازيه زي هيك. هذا محور اكس، وهذا محور واي، وهذا محور النورمال، وهذا محور الشير. فبحلل بيطلع مع الزوايا هيك، تحليل عادي. اذا معنا الزاويه هاي اللي جنبها متممه، جنبها متممه، جنبها متممه زي هيك. فشو بعمل هسه؟ بحللهم. بحللهم وين؟ بدي احسب انا ايش بحكي؟ مجموع اف نورمال، يعني هاي ال 200 بحللها في كوساين هاي، هيها وهاي كمان بنفس الاتجاه، يعني الثنتين موجبات، اجمعهم بطلع قيمه النورمال. النورمال طلعت سالبه، يعني بعكس النورمال، خليها اس بعكسها هون، طلع ما رسمتهاش اصلا هون. احسب الشير، احسب مجموع الاف عند محور الشير، فعند سالب بي سالب المثلث، المثلث ما هو مائل بنفس الشير، يعني خلص نصف 500 في 5، نصف 300 في 5. بعدين هسه هون هاي ال 200، هاي ال 200 بكون سهمها لتحت هيك، وهاي ال 4000 بكون سهمها لهيك. فباخذ محصلتهم هيها، فبتطلع مع قيمة في، بتطلع مع قيمة في موجبة. شو يعني قيمة في موجبة؟ يعني زي فرضي قيمة ال في موجبة، يعني زي ما أنا فرضينها لتحت. بعدين باخذ مجموع المومنت نفس، بس مجموع المومنت فيش داعي أحلل. شو بعمل؟ بس إذا بدي أحلل بحلل، بس إنه أنا ما حللت، أخذت هاي القوة في المسافة هاي، وهاي القوة في المسافة هاي، والمثلث في المسافة هاي تركيزه، طلعت معي قيمة المومنت. قيمة المومنت موجبة يعني زي فرضي. شو بعمل هسه؟ بكمل طبيعي، أخذتهم ما شاف أوجدتهم، بعدين برسم مومنت وشير. القيمة هاي 2567.7 هي عبارة عن هاي ناقص هاي بعد التحليل، بعد التحليل هاي بتطلع معي هاي القيمة. بطلع بنزل قيمة المثلث، بعدين بنزل قيمة الشير هون، طلعت معي زيرو. خصوص المومنت نفس الشيء، المومنت زيرو هون، ما فيش مومنت. الشير مساحة الشير بطلع، بعدين شو بعمل؟ عندي هذا المومنت اللي انا طلعته 10.338، ماله؟ مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة شو بعمل؟ بنزلني، بنزلني، فبتصير قيمة المومنت هون زيرو، يعني هاي بتكمل الخط هذا للزيرو. يلا وجدت هذا المنبر، شو بعمل؟ يا برجع هذا المنبر، يا باجي على الأفقي. بس لو بدي اجي على الأفقي، فلاحظ انه هون عندي شير ونورمال ومومنت، هون شير ونورمال ومومنت، هذول مش بعدني مش موجودهم، هذول اوجدتهم من وين؟ من هون. فايش بعمل انا؟ ايش بعمل انا؟ بروح بجيب المنبر هذا المائل، طبعا بقدر اني اوجدهم بس زينخ شوي. بروح على المنبر الثاني، هيو هذا المنبر، برسم شير نورمال مومنت زي ما بقطع عادي، زي ما بقطع بالبيم الافقي. بحلل، باخذ مجموع النورمال، يعني كل شيء باتجاه النورمال،
كل شيء باتجاه الشير وكل شيء باتجاه المومنت بيطلع معي هاي القيم. الشير سالب يعني يعكس، فطلع هاي مش 1710، هاي 1702، تمام؟ خربط انا هون بالكتاب اللي هون. فشايف الشير سالب وهي كانت لفوق، فانا رحت فرضت 3 هيد هي. فشو عملت؟ هاي 1702.3 هي قيمة الشير. فبنزل بعدين اللود المستطيل بنزلني، بعدين هاي 2702.3 هي تحليل الرياكشن هاف على محور الشير، يعني ضربتها بكوساين الزاوية، فطلعت معي 2702، طلعتني للزيرو. المومنت 11000 مع عقارب الساعة بيطلعني، بعدين اللود بنزلني للزيرو. بضل ايش؟ النقطة الأخيرة، هاي أهم شيء، النقطة الأخيرة لما أجي أحسب الفريم الأفقي، هون اللي ترك. إذا عرفت أمورك تمام، نرجع للرسم الأصلي. هيها في عليها 4000، في عليها 4000. هسه من هذا الفريم أجاني شير ونورمال ومومنت، فبحط بعكس الاتجاه. طبعا شو أنا معاكسهم، بحط بنفس الامتداد، بحط بنفس الامتداد، وبهون نفس الاشي بحطهم زي ما هم. شو بعدين؟ لما بدي اوجد النورمال والشير دياجرام هذا افقي، بروح بحلل هذول على الشير، بحللهم على الواي زي ما عملت انا هون. هذا سؤال كثير صعب، السؤال هذا كثير صعب. فشوف هون، شوف هاي القيم، هي 1800 وال 10000 وال 3700، وهذول هم هيهم هون. ها تعال الجهه اليسار، هيهم هذول، هيهم شايف، وهاي الجهه اليمين هيهم. شو برسم بعدين؟ بحلل، بحلل هاي 4096 من وين اجت؟ هاي معي عبارة عن 1817 في كوسين الزاوية هاي او في ساين هاي، زائد 3700 في كوسين الزاوية هاي او ساين هاي. شو بعمل؟ بطلع معي هاي القيمة. بعدين بمشي مومنت شير دياجرام طبيعي، هاي 3703 معي عبارة عن هاي كوسين هاي ساين هاي زائد هاي في ساين هاي، بطلع معي قيمة 3000، طلعنا لفوق زيرو. بخصوص المومنت، المومنت عندي هون 10300، فبطلع هون وعندي اللود هسه باخذ مساحة الشير، بجمع بطرح بتطلع هاي القيمة. بعدين عندي هذا المومنت 11000 عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة بينزلني للزيرو، عكس عقارب الساعة بينزلني للزيرو، يعني بيطلعوا نفس القيمة أو جواب كثير قريب، يعني بيطلع 0.2 الفرق. ففكرة بالفريم، فكرة بالفريم إنه لما أقطع لازم أحط الشير والنورمال والمومنت على نفس الاتجاه بالفريم اللي قبله. طيب أنا كيف ممكن أوجد الشير؟ يعني لما أنا أقطع هذا بدون ما أعمل تحليل الميلان، لما أجي لهذا إحنا جبنا من هون إنه في عندي مومنت مقداره 11 كذا كذا كذا، بس في عندي هون مومنت مش عارف كم اتجاهه، في عندي شير، في عندي نورمال، هون نفس الاشي شير ونورمال. هسا في عندي مجهول 2 3 نساكن الافقيات، فشو المشكلة عندي؟ المشكلة انه عندي ما بقدر اطبق معادلة المومنت. بالتالي لو اجيب الشير المائل من هون احلله، الشير والنورمال اللي هون احللهم على محور لفوق، بقدر اجيب هذول. غير هيك بدي اضطر اعمل زي ما عملت هناك. فانا بفضل هاي الطريقة، بفضل هاي الطريقة. يلا الفريم الاخير، نروح ذا مومنت شير دياجرام، اوجد رياكشن، عاد طبيعة رياكشن سهل. بعدين شو بعمل؟ بطبق نفس الشيء، بقطع عند كل زاوية، قطعت طلعت النورمال والشير، طلعت معي هيك. لاحظ الشير هون كم؟ كم هون؟ سالب 40. لا هون الشير زيرو، الشير زيرو، بس انا عندي 40 اصلا من هون. المهم لما تيجي على الرسم الثانية، هذا المنبر افقي ما عليهوش لا شير ولا نورمال، احسبه بس عندي هاي. تعال البيم العمودي، هاي البيم العمودي، هاي مش 62.5، غلط هاي، تمام. هون عندك 98، 98 هاي من وين؟ اللي هو الرياكشن هاف، الرياكشن هاف طبعا ما هو نفس الفكرة اللي بأول سؤال، اللي هي هون هاي قيمتها 98، أنا فصلت هون،
هاي 98، فهاي 98، فما بدي احسب لهذا، بده يكون عليه 98. في الشير هون، ففي الشير هون، فيش مومنت هون، فمش فيش مومنت هون، هون نفس الطريقة. في الشير غير نورمال اللي هي 2، هون في الشير في وفيش مومنت، فيش مومنت. هيها ترسمهم بطلع أمورك تمام. فهي الأسئلة بالكتاب، الأسئلة تجي مثلا هذا السؤال شو بعمل؟ هذا طبيعي، هذا internal hinge وهذا fixed. فبالتالي لما يكون عندي زي هيك هذا كثير سهل، يعني لما أفصل أصلا ما في إلا x y x y، فما فيش زي فكرة المومنت وهاي، خلص القيم اليوم القيم هون بحل كل واحد لحاله. أما لما أجي يكون ما يكونش internal hinge زي هذا مثلا، لا هذا برضو internal hinge. يعني مثلا هذا لما اجي اقطع عند الدي، فهون في عندي انا هذا المنبر في عليه مثلا شير، في عليه نورمال، في عليه مومنت. مثلا لما اجي للمنبر الثاني عشان ارسم له مومنت شير، فالنورمال اللي هون هو الشير اللي هون، والشير اللي هون هو النورمال اللي هون، والمومنت اللي هون هو نفس المومنت اللي هون، فوجدهم وبخلص. هيك بكون انتهى رسم الفريم. رجاء ركزوا فكرة المائل، لما انا اروح يكون عندي مائل، ها يكون عندي مائل وبدي اسقطه على الافقي واخذ الشير زي ما هو، يعني زي هون بالاكزامبل. لما حل هون طلع الشير هون 22.5، الشير هون ها لا بديش اجي هذا، تعال على هذا شوف حللهم، حلل الرياكشن وهنا حلل الرياكشن، بعدين لما اجي لهون طلع هاي 2 وهاي 1.5، راح طلع المحصله طبيعتهم. فدائما لما اجي انتقل من مائل لافقي بدي احلل هاي وهاي لوحده عموديه وبعكس اتجاهها بالاتجاه الافقي، ولما بدي احسب لنورمال بسقطهم على الافقي، مثلا بتطلع هيك بتطلع النورمال هيك، في حال كان عندي نورمال شو لازم ما يطلع اذا كان ما كان عندي رياكشن هون. وبس، ويعطيكم ألف عافية. شايف دائما لما يكون عندي أفق، يعني إذا بلشت بالأفقي لازم الأفقي أميله. يعني كيف أميله؟ يعني بكون عندي زي هيك، هاي 175 تكون مثلا عندي زي هيك، وأنا لازم أحسب شيرو نورمال صح؟ فإيش بعمل أنا؟ بروح بسقطها هاي هون، وأروح مثلا أسقطها على السالب وهيك. يعطيكم ألف عافية.